السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وياي، أنا أحمد البكري. بس اليوم الجو شاعري، مطر وشتا اليوم. بس شنو، قررت هم منزل وأصور لكم فيديو جو المطر، لأن صار فترة ما مسوي فيديو متكلم. اليوم راح أتكلم عن التشاؤم، راح أتكلم عن موضوع التشاؤم. شنو موضوع التشاؤم؟ راح أتكلم عن قصتي، بس قصتي راح أقسمها عدة أقسام لأن الوقت ما يكفي. وأشوفكم التشاؤم، أكو ناس عايشين داخل كندا ومن تسألهم شنو حياتكم في كندا راح يقول لك كل شيء ماكو، هو من الشغل للبيت، من البيت للشغل. بس تعال شوف الصراحة، خلينا نتكلم بصراحة، خلينا نتكلم بشكل صريح. أنت يا عزيزي العايش بكندا ومتشائم، مو عندك صحة ببلاش، مو عندك تأمينات ببلاش، مو عندك حياة رغيدة ببلاش، مو عندك كهرباء، مو عندك إنترنت، مو عندك شقة مؤسسة، مو عندك أطفال عندهم رواتب، هاي كلها ما تحسبها، بس تحسب التشاؤم كشخص. همينا نعطي مثال ثاني، شخص عايش وين؟ بعد ده يحاول يطلع، حاول أول مرة، حاول ثاني مرة وتشائم، قال أنا شنو هيك صعبة، كذب، ماكو طريق، كل كذابين، كلهم كذا، كلهم كذا. هذا هو التشاؤم. خليك متفائل. شوف أنا أحكي لك القصة، أول جزء من قصتي. أنا أبوي مهندس نفط، كنا عايشين في ليبيا بال 2001، من 1999 لحد 2003. بال 2000 طبعا أنا صار عمري 17 سنة، كنت طالب مدرسة وسمعت شيء اسمه التهريب عن طريق البحر من ليبيا. وذاك طبعا أنا كل تفكيري بالطلعة، كل تفكيري أنه أطلع وأدور سبل أنه أطلع. فسمعت أكو طريق تهريب عن طريق البحر، اشتغلت، والله أنا اشتغلت، يعني اشتغلت حتى عمالة بوقت الدراسة، حتى أجمع لي فلوس، حتى ما أطلب من أبويا فلوس، أقول لها عندي فلوس أنا إذا أروح أطلع تهريب. وذاك الوقت التهريب شكد كان بي؟ كان عليه $300 تصعد بي المركب. وفعلا اجت نجحت من الصف الخامس علمي، ورحت لأبويا وقلت له أنا أريد أطلع، أريد أطلع تهريب، أريد أطلع لأوروبا، أكو مراكب مال بحر تركب تطلع من البحر من ليبيا وإحنا عايشين بليبيا. قال لي أوكي أطلع يا ابني. القرية أو المدينة الساكن بيها أو المحافظة أنا الساكن بيها، أريد أطلع لطرابلس الغرب العاصمة ليبيا 500 كيلو مسافة من بغداد إلى عمان. فعلا ركبت وطلعت. راح تسألني عندك عرف، راح أقول لك كل شيء ما أعرف، ما أعرف أحد. ركبت وعليك يا الله، وين ما تصفى خل تصفى. فعلا وصلت إلى طرابلس. قبل ما أوصل إلى طرابلس العاصمة صعد وياي واحد عراقي مدرس، طبعا هناك كلهم لو مدرسين لو مهندسين العراقيين. فصرت أتكلم وياه بهذا الموضوع، قال لي توي رايح، قلت له أريد هيك هيك موضوعي. فهو صفن بعدين حكى، قال أنا هم أريد أطلع، أنا هم جاي أريد أطلع. قال لي أنا عندي عزابيين عراقيين مهندسين ومدرسين قاعدين ببيت في طرابلس، فتعال وياي. قلت له يلا أجي وياك، ما عندي أي مشكلة. طبعا خل أقول لكم على شغلة، 7 محاولات سويتها في ليبيا لأطلع إلى أوروبا، 3 محاولات اللي زبل، محاولة غرقت بالبحر، عاصفة وانقلبينا المركب وذبنا على غير مدينة. سأحكي لكم القصة، وما أريد أطول. وصلت أني للعراقيين كلهم مهندسين وطلاب جامعيين ساكنين ذاك البيت، فتكلمنا بالموضوع، وواحد منهم قال احنا باكر راح نطلع، تجي؟ قلت لهم ايه اجي، لكن انت اليوم واصل. قلت لهم يلا طالعين الصبح، طالعين يلا. وين نطلع؟
إلى مدينة أخرى اسمها زوارة على الحدود التونسية الليبية. هاي ليش بالذات هاي المدينة؟ مو لعمود أمنياً أو شرطة أو جيش، لا، لأن هي أقرب نقطة بالحدود الليبية على البحر إلى إيطاليا. فقلت لهم أوكي أطلع يلا مشي. فركبنا همين، رجعت ركبت باص نفرات وياهم وطلعنا على مدينة زوارة. مدينة زوارة ما بها عرب وما حد يتكلم بها عربي. حتى تقول لي يتكلمون اللغة العربية مالتهم تختلف، لا، هذول العايشين في مدينة زوارة بالأخص هم من البربر، هم يشتغلون كانوا بالتهريب، بس أي طريق تهريب، كانوا يهربون المخدرات والسلاح عن طريق البحر إلى أوروبا. فغيروها للشغلة وصاروا يحطون عالم ويدزوه. والله طلعنا وجا الليل وتجمعنا ببيت وعراقيين وعوائل، يعني حوالي بينا بالمئة وخمسين نفر. أنا فلوسي ما خليتها عند البحر صراحة، أنا خليتها يام صديق عراقي إجوا ويانا، بس من أنواع المتشائمين اللي أحكي لكم عليهم. شاف الوضع خاف، قام يخوف بالعالم. قلت له إذا هاي خلي فلوسي يمك ومن أوصل أنطي فلوسي. قال لي تمام. طبعا مع العلم ان انا مشايل لا جواز سفر لا كارت اقامه، كلش مشايل، كل عفتهم بالبيت، شايل بس هويه الطالب حاطها بجيب مكتوب عليها اسمي والمدرسه مالتي وانتهى الموضوع. والله طلعنا بالليل وصلنا للساحل، مشينا وصلنا للساحل، ركبنا زورق مطاطي، وبالزورق المطاطي وصلونا للمركب. والله صعدنا صعده وصعده وجمعنا كلنا كامل عدد انطلقوا. عيني واحنا جاي ننطلق ما طولنا ربع ساعة على ما اشتغل المحرك، طلعت كبست علينا الخفر السواحل، خفر السواحل اللي بيه، رموا طلقات بالجو. فثلاثة عراقيين اعتقد منهم كان واحد صبي الله يذكره بالخير، هو هسه بالمال، شيتوا بالبحر رجعوا. احنا لا، احنا شيتوا علينا خفر السواحل اللي بيه، لزموا المركب مالتنا وجرونا. فقاعد يمي واحد نيجيري، من نيجيري، فتكلمت وياه بالانجليزي. قال هاش بيكم انتو خايفين؟ قلت له ما تدري. قال لي شنو؟ قلت له مو احنا الزبونة يرحلونا لبغداد. وبذاك الوقت كان منو بغداد؟ صدام حسين، كان النظام بعده ما ساقط. فواحد عراقي ضحك، فش قال له؟ قال له احنا ياخذونا لبغداد يصلخونه وياخذون جلدنا ويودوه للدباخ ويسوي سجادات يصلون عليها بالجامع، ليش ما خايفين؟ فضحك هو هذا النيجيري، جدي كان عمره 17 سنة. قال لا ماكو هيك شيء. قلت له شلون؟ قال ماكو ترحيل، لأن ماكو أصلاً، هو بليبيا دستور قانون ماكو. قال دستورهم هو القرآن الكريم اللي عندكم، هذا الدين الإسلامي، افتحه اكو شيء عن التهريب؟ هسه ياخذونه أسبوع ويطرعونه. قلت له لازم هاي أنت متمرس. قال لي يعني دائما كل ما اجمع فلوس اريد اطلع انكبس، وهكذا متعلم. فعلا والله اخذونا، انا اصغرهم بالزلم الواقع قاعدين بالتوقيف. وصلنا يعني على 4 الصبح على المخفر، نزلونا من المركب وودونا وقفونا. طبعا انا شنو مثل النايم طافي من التعب، نايموني بالتوقيف بالسجن نمت. والله ثاني يوم الصبح بعد يحققون ويانا، يعرفون منو صاحب المهرب ومو المهرب وهاي التحقيقات الأمنية. فإجاني فقاضي التحقيق يباوع علي بيفوق ذي جوا، يقول لي أنت صعدك. قلت له أنا ما صعدت، أنا واقف على الساحل، كانت لك سفرة ووقفت على الساحل، شو هم لموهم ولموني وياه، ما كشي ما أعرف. باوع علي هي يعني، قال لي أنت مو بالمركب شنيت ولزمك؟ قلت له لا أنا برا المركب، وجابوني حطوني جوا المركب وقالوا لي سمنا وجابوني. جماعتي أصدقائي كلهم بالسفرة واقفين بالمزرعة قاعدين. قال ها أنت عراقي؟ قلت له نعم عراقي، وطلعت له هويتي فقرأ الهوية وحكى وياي وقال لي أنت طالب وبعدك كذا، ليش يجي تدمر مستقبلك؟ أنت العراق العظيم، أنت كذا أنت كذا. قلت له يابا ما طالع، أنا ما أريد أطلع، أنا على الساحل وشكوا بي حطوني بالمركب وجابوني.
قال لي ها اوكي ترجع. والله رجعني للتوقيف. فالجماعة انا اصغرهم على اساس هو ماخذني اصغرني اصغرهم عمود اعترف. انا ما كنت ما اعرف انا وياهم وياهم صعدي. فقالوا لي هاكو ترحيل ماكو ترحيل ولك احنا دا نموت من الخوف راح نتملخ يابا ماكو اي ترحيل. هو طلب مني هويتي. الجماعة وياي عراقيين جايبين وياهم شنو جوازات سفرهم العراقية. المهم اجاني دز عليه مرة ثانية ورا ساعتين قال لي تطلع افراج روح اخذ غراضك واطلع. انا ما عندي غراض صراحة بس قلت له عندي غراض بس بالتوقيف. قال لي روح جيبهن ودز وياي الشرطي. انا طبيت عليهم كلهم لميت جوازات سفرهم حطيتها بالجنطة وحطيت فوقها ملابس حطيتها على جثتي وطلعت. قلت لهم هاي غراضي وطلعت بدون بلا جوازات. هم خطية على المغربية وراي طلعوا من التوقيف. قابل اني هسه خفت. هو صح صارت لي صدمة انه بالبداية اول مرة يصير بي هذا الكلام. ما قبلت اتراجع. قلت له وين ارجع لابوي اقول له لا انا خفت؟ لا ما اسويها والله. ظليت وياهم. وثاني مرحلة همينة ملزمنا وصلنا للبحر وتناقش قال هسه تطوني الفلوس واحنا ما قبلنا وخربة. ثالث شيء وكملنا. الرابع شيء رابع وحدة. انا متذكرها يعني سلسلة. همينا رحنا واتفقنا وكلام كذا وتمام. وخل نركب. يلا نركب نركب. والله ركبنا. والله ما طلعنا حوالي اكثر من ثلث ساعة. طوب هم كبسونة خفر السواحل اللي بيه. دي تشوف حظي يعني رب العالمين دي قلت ما تطلع. مو بيدك. انا ما اريد اطلع. المهم. ونعمة بالله الحكمة من عند رب العالمين ومن من عندي. بس الجماعتي البقوا وياي كلهم الحمد لله وصلوا لإيطاليا ألمانيا وللسويد. وكلهم مدرسين وعوائلهم وياهم. بس سبحان الله انا ما يعني من اطلع الله دي يقول لي لا تطلع. ما اريدك تطلع. والله كان نلزم مرة ثانية. بس هالمرة عددنا مهول. 450 نفر بالمركب. تخيل هذا العدد المهول. جابونا للتوقيف. ماكو وين يحطونا يا توقيف. حطونا وين بالساحة. مال مركز الشرطة. عوائل. فالله يذكره دكتور. اسم دكتور محمد هسه هو بالسويد. الله يذكره بالخير. فاني تدري ما عندي شيء. فقعد اغني وحبسونا وطبونا السجن وقعد اغني. هو قاعد يمي يقول لي ولك هاي شلون لك احنا هاي دكتور بالتوقيف. قلت له هسه ايش عندك لا تخاف كل شيء ما يسووا لك انا مجرب هسه 3-4 ساعات ويطلعونك. لا صدق تحكي. قلت له والله ما انا مجرب ماكو قانون. فوالله قلت له هو ضحك ابتسم قال لي ريحتني ذا هذا الحكي صدق. قلت له والله انا يعني مجرب قبلك مره. وفعلا قبل الان العصريات يعني مو على المغربيات العصريات طفرت من السياج من مركز الشرطه وانهزمت. هم ورا بالمغربيات طلعوهم يا عالم فتحوا لهم الباب حققوا وياهم وطلعوهم. العفو لان كان عدد كثير يعني عدد هواي. وازدادت المحاولات. اخر محاوله الرقم 6 احكي لكم رقم 6 عمود لا اطولها. رقم 6 يا اخواني نفس المحاولة هم ركبت المركب وده نطلع. وصلنا وقلنا يا الله هم كبسوا علينا خفر السواحل. بحيث الضابط ابو الخفر السواحل من نزلني وفتح القلاب علي قال لي هم انت اني وين ما الزم احد القاك بيهم شنو قصتك؟ قلت له والله زماني برا. قال لي لا هذا قاضي التحقيق تحكي راح يجينا اليوم. وفعلا اجانا قاضي التحقيق. قال التحقيق من طغلت عليه صاحني بالاسم احمد موجود جيبوه لان معروف صرت يعني مرتين اخذوا اسمي. وهاي الثالثه يعني وين اروح مختفي يعني حساس يعني ما انشاف. فطبيت فهو قلت له شلونك سيدي؟ كان يقول لي اعرف هالقصتك على الساحل وحطوك بالمركب وجابوك. قلت له نعم. قال لي ها راح اشوفك شلون راح يجابك من المركب. هالمره انا سيالي تفر نفر في الشرطه لزموكم ورا 45 دقيقه بس بالبحر بالاقليميه مال ليبيا ما لزموك على الساحل انا راح اشوفك. قلت له نعم سيدي كيفك؟ قال
قلت هاي شنو هالمرة ترحيل؟ من رجعت للترقيب شفت عائلة، قال هاي العائلة راح تطلع، فانطيتهم رقم تليفون ابوي، قلت لهم اذا ترحلت لبغداد خل ابوي يلقى لي واسطة ببغداد، لان اليوم قال لي راح اشوفك قاضى الترحيل. والله ما ادري احنا وين كنا بزوارة، المغربيات اجاني الشرطي قال لي حضر هدومك حضر ملابسك جنطك، حضرت حطني بالسيارة بيك اب بس ما حطني لي ورا ما حطني لي قدام يعني من الاحداث اني، وطلع بي وياي ثلاثة اثنين شرطة العفو. وين ودوني بليبيا؟ ودوني على منطقة اسمها تاجورا قريبة على طرابلس. هسيت اذا تفتح الخارطة راح تشوف وين زوارة وطرابلس وهاي تاجورا قريبة عليها، كلش قريبة على العاصمة طرابلس. فقلت له انت وين موديني؟ الترحيل؟ قال لي لا مو ترحيل، بس قاضي التحقيق سوى عليك عقوبة اسبوعين سجن الاحداث. عم انا اسمع سجن احداث ما احكي لكم اللي صار بي. طبيت على سجن الاحداث، سلموا اوراقي للشرطي، استلموني طببوني، اجى امر السجن باوع علي هيك من فوق لي جو راح رجع لي باوع علي من فوق لي جو رجع قال لا تفتش لا تفتش وهذا بيتفتش وهذا شكو شحده لا تفتشون بي. والله فتشوني وهدوم وتيشيرت وجنطه قلبوها مخدرات جاير ما اعرف شنو، قلت لك شو معي؟ قال لا تفتش لا تفتش. اجى قعدني قباله بقى صافن عليه زي قال لي جايه وحده بس، قال لي وين اخليك؟ قلت له ليه؟ قال لي وين اخليك؟ انت شنو جرمك؟ انا ما اعرف هذا القاضي شنو جابك هنا. انت لا مخدرات لا اعتداء لا سرقه لا كل شيء، ما وين اخليك يا قصير؟ المهم فوالله هو الرجال كان امر السجن تمني سيالني، قلت له عراقي كذا اني طالب هاي الهويه مالتي ما طالب كذا كذا، قال لي اوكي. اتفقت هالليله والله كريم، قلت له اوكي. عطني وين القسم اللي نسموهم؟ طبعا هو بليبيا ممنوع الشرب، شرب الخمره والجقاير برمضان ممنوعه، فحطني ويا هذول اللي يدخنون جقاير برمضان الاحداث اللي يلزمون بالشارع يدخنون، يجيبوهم للاحداث يضربوهم عقوبه زين صفر ما ادري شنو ويطلعوهم. والله انا هم حطوني وياهم. اول ليله صبحت رحت اكلت شربت، طبعا الاكل عندهم طيب، انا اقول لك الاكل نظام طيب، بس شفت فقره كلش حلوه يعني، شفت عندهم من المغرب من العصريه ورا صلاه العصر صلاه المغرب شفت شوفه ما حد شافها، شفت حتى المسيح الافريقي يلزم قران ويقعد يقرا، شنو الموضوع ما ادري. انا هم والله جيت يمه انا احكي انجليزي، قلت لها ايش دا تسوي؟ قال لي تلزم كتاب القران وافتحه وقعد اقرا. قلت لي شكو هسه تعدل الكتاب اقرا بالعدل هيك انت لازمه بالمقلوبي. قال لي زمن، قال لي تروح تجيب كتاب القران وتعال وقعد صف. قلت له ليش شكو؟ قال لي مو هسه اذا ما شافوك لازم قران راح يلزموك يا فلقه. قلت له صدق؟ قلت له قال لي والله روح جيب روح جيب بالانجليزي. والله انا قاعد بصف وهم لزمت كتاب القران وقاعد. المهم اجى فر علينا هذا المراقب، هذا طلع المراقب اسلامي قاعد احكي لكم اياه. فياهو اللي يشوفه ما يقرا كتاب القران من الساعه 10 من العفو من صلاه العصر صلاه المغرب في القاعه لازم يضربه فلقه، ليش ما تقرا قران؟ خطيه هذا الافريقي صاحبته انا الله يذكره بالخير، بعد ما ادري انا انا طلعت وهو بقى بعد ما اعرف ومرت السنين. هذا حتى قام ويلا صلى صلاه المغرب يرفع ايده وينزل ويركع وياي وياي. قلت له يابا انت تعرف تصلي؟ قال لي ترجني انبسط لك فلقه فلقه. قلت له تعال صلي وسوي مثلي وانا اسوي مثلك. فضها ورا اربعة ايام من التوقيت سجن الاحداث. طبعا الصباح شلون العسكريين رياضه وقعد وانزل واصعد، كل ما يجون علي يريدون يحلقون شعري صفر امر السجن شي يقول له لا هذا عوفو ما عليكم بي عوفو لا لا تحلقه. يقول له ليش؟ يقول له هو انا خل اعرف شنو سبب جيته وبعدين نفتهم شنو صار نتصرف وياه. خلوها. والله بقيت على هذا الحال اربع ايام. اتذكر يوم الثلاثاء سبحان الله لحد الان اتذكر هذا التاريخ.
يوم الثلاثاء اجاني الضابط قال لي تعال امر السجن يريدك. والله طبيت على المكتب مالته، قال لي روح لم هدومك وجنطك. قلت له ها سيدي ترحيل؟ انا ما اطرح على بغداد. قال لي لا ترحيل، تروح لم هدومك وجنطك وتعال. والله لميت هدومي جنطي، قال لي بس خليك بهدوم السجن لا تبدل قدام الباقين. عمود لا حد يسالك ليش؟ لم هدومك، خليك بهدومك العادية مال تبطيني بنطرون وتشير وتعال. والله أنا لميت وصلت جبت الجنطة وجيت دخلت عليه قال لي امشي. والله ركبتني السيارة مالته وطلعنا برا الأحداث. قال فتح لي الباب قال لي يلا روح، وهاك هاي الورقة مالتك مال خروج. شو سبحان الله، قلت له قال لي انت عراقي وانا العراقيين عزيزين علي، وانت كل شيء ما مسوي شيء، شلون يحطوك؟ وانا احكي ويا القاضي، طبعا هناك كلهم عشاير مثل هسه بالعراق، يعني كل عشيره عندها واسطه، فهذا عنده عشيره وهذا عشيره، فراح حاكي عشيره قال لا طلع، فطلعت بدون ما ادري. قابل تبت؟ لا والله. اخذت جنطي ودرت وجهي ورجعت وين الطرابلس، من تاجوره الطرابلس. دقيت عليهم الباب، شفت منهم نصهم وصلوا، والله شفت اكثريتهم طالعين. هذا واحد يقول لي انت غير فقر محسود، ما يركب وياك يرجع. اقول له لا حظ، بس انا ما يأست وما ضجت وما تشاعمت، بقيت اكمل. وراها صار اتفاجئوا فيه، ها ايش طلعك؟ قلت له ما طلعوني، ركبني السياره وذبني على الشارع، قلت له جنطك يلا روح. قال ها ترجع لاهلك؟ قلت له لا ما ارجع لاهلي، اخر وحده اسويها، ما نجحت ارجع لاهلي، لان يجي شهر التاسع بعد البحر صعد الموج مالته وبدت المدارس، يعني انا راح اخسر مدرستي ودوامي واخر سنه بالدراسه لو ارجع. لا والله. فقلت اخر شيء هاي اخر شيء، قلت لهم اخر شيء وبعدها هاي. قالوا لي اوكي احنا مطالعين. قلت لهم يمتى؟ قالوا لي بعد 3 ايام. قلت لهم وياكم. هالمره همين وصلنا وركبنا المركب، طبعا نجي على الساحل بالليل، من الساحل نركب مركب مطاطي هوائي يودينا على المركب الكبير وبعدين نطلع. طلعنا ومشينا، طبعا صاحبي قاعد واحد عراقي قاعد يمي، كان اقوم اهلهل بنص الليل، قال لي ولك اسكت. قلت له انت ما تدري 6 مرات وهاي السابعه، هاي الوحيده طلعت. قال لي تقعد. المهم قعدت. عيني ما اوصيكم، مرت 3 ساعات صارت فيها تايتانيك. شنو التايتانيك؟ ضربتنا عاصفه مطريه مثل هالمطر. انا ليش اصور بهالمطر؟ لان عندي ذكريات هوايه وياه. انضربت مطر. عيني والبحر ما تشوفه، هو مركب ما صيد. المهم صعدنا نزلنا فرنا نزلنا لعبينا جوله. والله ثاني يوم العصرية شفنا اليابسة، قلت الله وصلنا إيطاليا، وصلنا جزيرة لامبادوزا الإيطالية. أباوة جونا خفر السواحل، أباوة على العلم، هذا مو علم إيطاليا، هذا علم منو؟ أباوة بيه هلال وبع نجمة. وصلنا تركيا معقولة بيوم ونص طفرنا؟ لا وين لك فانة؟ التوانسة، يعني أنا ما شاء الله خريج ما تحكي بيها. طبقوا علينا التوانسة خفر السواحل التونسي، قال انتم ترى بالاقليم التونسي ايش تسوون هنا؟ صفنا كنا مبينين تهريب طالعين. والله جرانا ورجعونا وين؟ التونس، الجزيرة جربة. وبعدين من جزيرة جربة زبونا على صفاقس، عرضونا على قاضي التحقيق. هم نفس الكلام، انتم نيتوا من العراق، عراق العظيم كذا كذا ما ادري كذا، احنا وياي 5 عوائل. اخر شيء اخر نهاية النهار صعدونا بيك اب ذبونا وين؟ على الحدود الليبية. قال هاي الحدود الليبية تطلع قبر، لا تمشي من يم العواميد ولا تمشي من على البحر، امشي بالنص، لا توصل للبحر ولا توصل عواميد الكهرباء حتى تعبر تدخل ليبيا، احنا ما عدنا شي وياكم، يلا روحوا. والله وصلت، يعني من دقيتها ماشي، خل اختصر الكلام لان اعتقد طولت. وصلت الى زواره، ومن زواره ركبت الباص ورجعت لاهلي.
بس بعدين بال2003 بشهر التاسع رجعت لبغداد، وهاي قصة ثانية، وهي جواز السفر التهريب والقتاغ ووصولي إلى أوكرانيا ودخولي إلى اليونان، هاي بعدين عود. هذا القسم الثاني راح نكمل لكم إياه. تعانيت، عانيت صح، بس ما يأست، ما قلت لا، وبقيت مصر إنه أطلع. ما تشائمت من حياتي، ما تشائمت من وضعي، بقيت متفائل. 4 مرات طبيت تحت السجن، ومختلف طبيت بتونس وبليبيا والأحداث، بس ما ضجت من روحي. المهم لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى توصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.